وصلت الزنبليطة. هي فعلا زنبليطة. احكي لي بقى هي فيها ايه؟ احكي لك. ده ايه؟ دول 4 ريش. ماشي. تمام؟ وهنا 4 طرب. اوه. ودول رغيف حواوشي. حلو. وتمن قطع كفتة. حلو قوي. وتمانية شيش طاووق. ماشي. واربعة كبدة مشوية. ماشي. وتمانية سجق مشوي. حلوة قوي. نيجي بقى على المحاشي، انا عارف انك انت بتحب المحاشي. نعم. 4 محاشي كرنب. ماشي. 4 ورق عنب. 2 فلفل. و2 كوسة. ماشي. نسينا حاجة؟ نسينا البطاطس، انا عارف انت بتحب البطاطس. ايوه. دي بقى بكام؟ دي ب 13 دولار 900. تصدق اللي احنا نسينا نقول ان هي بيجي معاها 4 مشروب و2 سلطه و2 طحينه لزوم المشويات. جميل قوي بصراحه. حلو قوي. يلا بقى نجرب. يلا. تحبي تاكلي ايه الاول؟ اختار حواوشي. حواوشي. يلا خد الحواوشي وانا بقى هجرب الريش. عايز اقول لكم كمان على حاجه، ان هنا انواع الدجاج اللي بيستعملوها هو دجاج كويتي، دي اول حاجه. ثاني حاجه انواع اللحوم اللي بيستعملوها برضو لحوم ذبح الكويت. ناكل بقى. الله، الريش عندهم استرولي. جربيها مع الطحينه بقى. حلو. الريش حلو قوي. هندخل بقى على الكباب. يلا هنا الكباب. اخد انا بقى ايه الريشه، لان الريشه هنا عندهم طعمها حلو والسوا بتاعتها كويس. مظبوط. اها. استرولي.